يا صباح الخيرات، عندي بس زحمة مواعيد، فقلت أسجل الحلقة دي من سلفيديو وأنا على الطريق. النهاردة هنتكلم عن تكملة للفيديو بتاع الشرك بالله، هتكلم على الشرك مع الله. ويمكن الحلقات الجاية أنا عامل حسابي أخد أسئلة كتير، لكن بس في حلقة ولا اتنين هحط فيهم بعض الأسس والعواميد الفقرية من وجهة نظر إنه عمود فقري لازم يبقى الإنسان وعيه أثناء التعامل مع الحياة عشان يجاوبوا أكتر في حاجات كتير في حياته. معلش ممكن تكون حلقة المرة اللي فاتت شائكة أو ملخبطة أو تخض شوية، بس عايز أقول لكم حتة مهمة. فاكرين زمان لما كان الكمبيوتر، أو حتى دلوقتي لما كان الكمبيوتر تلاقيه تقيل وملخبط والدنيا زحمة قوي، وتجيب برنامج أنتي فيروس مثلا وتعمل سكان ما يطلعش حاجة؟ أنا عن نفسي كنت بتصدم، كنت بتضايق، لأن الجهاز هيفضل تقيل. لكن أول ما كان الأنتي فيروس بيطلع الأخطاء أو بيطلع كمية فيروسات رهيبة، كنت بفرح قوي لأني عرفت المشكلة فين. وبالتالي لو حياتك كانت فيها لخبطة أو مش عارف تعيش حر ومش عارف تعيش سعيد، كل ما حد يبين لك ان في حاجات انت بتعملها اخطاء افرح، لان ده هدفه ازاي توصل للراحة والسعادة وتدوق فعلا جنة الدنيا في الارض قبل ان شاء الرحمن ما ندوقها سوا في الاخرة. الدنيا على فكرة تراب قوي في الخليج الفترة دي وفي الامارات، فشايفين الغبار من كل اتجاه، انا تقريبا يدوب شايف من التراب اللي موجود في الهواء. المهم هديلك دلوقتي طريقة تعرف بيها، تمرين يعني تعرف بيه الشرك بالله، الشرك مع الله جواك، وتكتشف مين الشريك اللي مع الله جواك. احنا اتكلمنا عن الشرك بالله، هنا هتكلم بقى عن الشرك مع الله. هات ورقة وقلم، قوم دلوقتي، هات ورقة وقلم، بقول لك قوم دلوقتي، هات ورقة وقلم. قاعد ليه؟ يلا، ايوه ما تضحكش، يلا. جبت ورقة وقلم، طيب اكتب هدف بسيط دلوقتي، وبعد ما نخلص اقعد مع نفسك اعملها. هدف بسيط انت عاوز تحققه ولغاية النهاردة لسه لم يتحقق. اكتب واسأل نفسك بهدوء كده، خد فترة تركيز واسأل نفسك، يا ترى انا لسه ما حققتش الهدف ده ليه؟ واكتب كل اللي يطلع في دماغك. ممكن تقول مثلا اهلي منعني، ما عنديش فلوس، ما عنديش وسايط، ما عنديش خبرة، ظروف البلد، الحكومة، ايا كان بقى جنسيتي شكلي، المهم كل واحد بقى مختلف الحاجات اللي هي خلته لم يحقق الهدف بتاعه. اكتب كل الحاجات دي في ورقة وبص على الورقة بالراحة كده. ممكن لو انت محتاج وقت اطفي الفيديو اكتب وبعدين افتح الفيديو تاني. بص بقى بالراحة في الورقة دي كده. انت الان حلوة، انت الان دي، انت دلوقتي امامك الشركاء مع الله داخلك. واسمع مني الكلمة دي، بمقدار حجم الشريك مع الله داخلك بمقدار بعد الهدف عنك. كل ما حجم الشريك مع الله جواك بقى عالي قوي، كل ما اهدافك في الدنيا بعدت عنك قوي. يعني لو جبت، هدي كذا مثال بقى، لو جبت واحدة كاتبة ان انا مش عارف ابقى حرة عشان جوزي كابت حياتي وضغط عليا، اذا بالنسبة لها شريك مع الله جوزها، يعني مش الله لوحده لا يخليني حرة، لا ده جوزي هو اللي يخليني حرة. كل ما كنت شايفة بقى ان ازاي ابقى حرة وجوزي كده، معناها ان جوزك اكبر في الشركة جواكي من الله. يعني معناها ان جوزك هو من وجهة نظرك هو اللي يخليك حرة اكتر من قدرة الله على انه يخليك حرة. ده اسمه شريك معه بقى، وده بيلخبط حياة ناس كتير، يمكن اقل شوية من الشرك بالله، ولكن برضو بيعمل معرقلات ولخبطة للوصول، تمنعك من الوصول للأهداف.
طالب مثلا يقول انا او لسه متخرج جديد انا مش عارف ابقى حر عشان مش عارف اطلع فيزا اسافر او عشان مفيش معايا فلوس، اذا بالنسبة له الفلوس او الفيزا هي شريك مع الله لسفري او شريك مع الله لاني ابقى حر ومنطلق. فاقعد مع نفسك بالراحة كده، لازم تنسف وتكسر كل الاصنام دي عشان تعرف فعلا تدوق معنى الحرية، تبقى حر بالله بس مفيش اي شريك ولا حاجة في الدنيا بتمنعك. عايز اقول حتة كمان يعني دقيقة شوية، عمرك ما هتعرف توصل لأهدافك بسرعة إلا ما تنسف هذه الأفكار المعرقلة زي ما في علم النفس بيسموها، أو هذه الأصنام العقلية زي ما الدين بيسميها صنم، وكلمة صنم في الدين مش لازم تكون برة، ممكن تكون في العقل، أنت عامله شريك مع الله. اعرف بقى إن أنا فاكر يعني لو قلنا مثلا زمان، وأكيد كل حد فينا مر بموقف زي كده، زمان كان في حاجة أنت عاوز توصل لها وطالع عينك وبتحاول توصل مش عارف، بتحاول توصل مش عارف عشان رابط الحاجة دي بشخص ولا بموقف ولا بشركة ولا بظروف معينة، واليوم اللي انت قلت خلاص انا فقدت الامل من الشخص ده او فقدت الامل من الجهة دي، انا هعتبره مش موجود، انا هعتبره انتهى وهحاول اتصرف باللي في ايدي، راح الهدف جاي. يعني تعالوا بقى نقولها بصياغة أدق شوية، أول ما كسرت الصنم ده، أول ما أزلت الشريك اللي في عقلك ده، الهدف وصل. وبالتالي خدها قاعدة كده وهقولها تاني، بمقدار حجم الشريك مع الله داخلك بمقدار بعد أهداف الحياة عنك، وطبعا أهداف الآخرة عنك. فلو أنا ركزت بقى، انا مش عارف بس الطريق شاغلني شوية معلش، فانتباهي قد يكون بيتشتت. كان في حاجة مهمة عايز اقولها، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا النهاردة واحنا بنتكلم عن الحرية، قلتلكوا ان كلمة حرية مش معناها 100% بتعرف تعمل اي حاجة، وركزوا بالله عليك يعني عشان خاطري، ركز شوية في الحتة دي، ممكن تعيدها وتسمعها مرة واثنين وثلاثة اذا كنت عاوز تنتبه، او الراجل اللي ورايا كان بيعمل لي كلاكسون مش واخد بالي، انا اسف معلش. لو انت عاوز فعلا تعيش حرية صح، انتبه للحتة دي. هل الانسان عشان يبقى حر يعمل كل حاجة؟ لا، مفيش انسان كامل. يعني انا مثلا دلوقتي حر ولكن ما بعرفش اطير، انا حر ولكن ما بعرفش اطبخ، انا حر ولكن ما بعرفش اسوق طياره، انا حر ولكن مش عارف مثلا انزل اركب غواصه تحت الميه، انا ممكن اكون حر ولكن مش عارف اروح امريكا عشان زحمه المواعيد اللي عندي دلوقتي هي اللي معقلاني. فاي انسان في الدنيا في اي حاجه هو بنسبة 70% بيعرف يعمل حاجات فيها كتير قوي، وبنسبة 30% بيعمل حاجات ما بيعرفش يعمل حاجات. حلو كده؟ وطبعا كل ما وعيك عالي كل ما نسبة الحاجات اللي بتعرف تعملها زادت. وبالتالي ممكن اكون انا زوجة مثلا، جوزي كابتني او منعني، يعني بلاش اقول كلمة كابتني بقى، منعني عن ان انا اعمل حاجات معينة، ولكن أنا حرة في 70% من حاجاتي وحياتي، حرة في إني آكل الأكل اللي أنا عايزاه، حرة أحط الملح ولا السكر بالحجم أو بالمقدار اللي أنا عايزاه، حرة أشرب أي مشروب أنا عاوزاه، حرة إن أنا ألبس اللبس اللي أنا عاوزاه، حرة إن أنا وأنا بتفرج على التلفزيون بفتح القناة اللي أنا عاوزاها، البرنامج اللي أنا عاوزه، السايت على النت. أنت حر أو أنت حرة، أنا بتكلم على الأنثى بقى، أنت حرة في 50,000 حاجة، ولكن 4-5 حاجات بس، 10 حاجات هي اللي مش عارفة تعمليها. يوم إيه اللي يحصل بقى؟ عقلك، الأفكار السلبية اللي فيه اللي دي مسميها الشيطان، يخلي 10 حاجات اللي انت مش عارفة تعمليها دي
هي 100%، ويخليكي تقولي على نفسك مكبوته ولا مضغوطه، تقوم النفس تعيش في الضغط والكبت، يقوم الواقع يزداد من نفس درجه اللي النفس عايشاه. وبالتالي العكس بقى، لو انا ركزت على 70% اللي فيها حريه واستمتعت بيهم وبقيت حاسه بالامتنان وشكرت ربنا من قلبي، يقوم الحريه دي هتبدا تزيد، وبالتالي يبدا يدخل حاجات تانية انا ما كنتش عارف اعملها قبل كده وهتبدا تزيد. كذلك الشباب، انت دلوقتي ممكن تكون حر بتروح المكان اللي انت عايزه، حر بتقابل صديقك اللي انت عايزه، في عندك 50,000 حاجه انت بتعملها وانت حر. ما تجيش بقى على 10 حاجات اللي انت مش عارف تعملها وتقول انا مكبوت انا مضغوط انا كذا، ما تضخمهاش. خليني بقى ده من الناحيه العلميه، خليني اشرحها لكم من ناحيه دينيه بقى. الافكار المعرقله اللي هي في دين الشيطان، ربنا قال عنه في القران ان الشيطان هيعد للبني ادم ولا تجد اكثرهم شاكرين، يعني انا هفضل اعد لهم عشان اخليهم ما يشكروش، لان ربنا قال لنا واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. فهو شغلته يعمل ايه؟ يخليك ما تشكرش. ازاي؟ بان كل انسان عنده حاجات ما بيعرفش يعملها وحاجات بيعرف يعملها، يقوم يبدا بس بمنتهى البساطه يلفت انتباهك للحاجات اللي انت مش عارف تعملها، ويضخم الحاجات دي جواك عشان تبقى قاعد مكتئب، فلا تفكر تشكر على اللي عندك ولا بتفكر تسعى لتغيير او لتحسين حياتك، يقوم حياتك يحصل فيها لخبطه، وحتى الحاجات اللي انت ما شكرتش فيها تبدا تقل، لانك في الحالات اما شاكر او كافر، يعني شاكر النعمه او كافر بالنعمه، دي حاجه تانية نتكلم فيها بعدين. فانسف الفكره دي واعرف ان ربنا قال لئن شكرتم لازيدنكم. ركز النهارده، عشان كده قلت في اول الحلقات في الحريه، تفنن تكون حر بأبسط الحاجات اللي عندك عشان نفسك تعيش حرة، يوم يصبح الواقع اللي في الخارج هو كمان صورة للي النفس عايشاه. هقولها كل شوية، النفس وما تعيشه النفس هو الحقيقة، والواقع هو الصورة. وبالتالي عمر ما هيبقى الواقع بتاعك حر ممتع مريح إلا لما تتفنن تعيش النفس ببساطة في حرية ومتعة وراحة. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية من سلفيديو، وزي ما اتفقت إن شاء الله الرحمن، أنا بس في عندي حلقتين كده هقول فيهم شوية معلومات مهمة من وجهة نظري، وبعدين بقى الأسئلة هحاول كل الكومنتات بشوفها كلها بلا استثناء، قد أكون مش عارف أرد أو مش فاضي أرد، ولكن كله بقى رأس سريع كده وأنا ماشي وأنا مسافر ورايح وأنا جاي. لكن إن شاء الله الرحمن في أسئلة مهمة أنا شايفها من وجهة نظري محتاج أجاوب عليها، هخصص حلقات سريعة كده الإجابة على الأسئلة. ممكن مثلا هجي في يوم أنزل 5 أسئلة 6 أسئلة إجابات إجابات إجابات، وأراكم بألف خير. أحمد عمر.